السلام عليكم. تتأثر المملكة العربية السعودية بحالة ماطرة جديدة اعتبارا مساء يوم الأربعاء وتستمر لعدة أيام بإذن الله، ويتوقع أن تشمل الحالة الماطرة أجزاء متفرقة من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة وحفر الباطن وجازان وعسير والباحة، وتكون الأمطار متفاوتة الغزارة ويرافقها أحيانا تساقط البرد لبعض الأوقات والعواصف الرعدية وخاصة على الساحل الغربي. على أثر ذلك يتوقع جريان الأودية والشعاب وربما تشكل السيول في بعض المناطق، ويتوقع أن تبدأ فرص الأمطار تدريجيا مع ساعات عصر ومساء الأربعاء على المرتفعات الجنوبية الغربية بما في ذلك مكة المكرمة، بالإضافة لأجزاء من منطقة تبوك بما في ذلك مدينة تبوك وغرب الجوف، وبالاتجاه نحو ساعات ليل الأربعاء على الخميس ومع تعمق الهواء البارد لوسط البحر الأحمر وتقابله مع اندفاع هواء دافئ من الجنوب، يتوقع تشكل تخريجات بحرية وسط البحر الأحمر ودخولها مباشرة إلى أجزاء من سواحل المدينة المنورة وجنوب تبوك. هذا ويتوقع أن تتسع رقعة الاضطرابات الجوية في المملكة يوم الخميس لتشمل أجزاء عدة من الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية بما في ذلك مكة المكرمة وسواحلها. وقد أظهرت النمذجة الحاسوبية بتوقعات أن تكون الاضطرابات الجوية قوية في بعض المناطق وبخاصة على القطاع الغربي من المملكة، حيث تكون الأمطار متفاوتة الغزارة وتتسبب في جريان الأودية وتشكل السيول بشكل قد يكون خطيرا أحيانا، بالإضافة إلى أنها تترافق بحدوث العواصف الرعدية. ويتوقع أن تتميز الحالة الماطرة بحدوث تخريجات بحرية وسط البحر الأحمر نتيجة اندفاع كتلتين هوائيتين إحداهما أقل حرارة قادمة من الشمال والأخرى دافئة قادمة من الجنوب. منطقة التقاء الكتلتين ستكون فوق وسط البحر الأحمر مما يؤدي إلى تكاثف كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة يتخللها سحب ركامية وسط البحر الأحمر، ويتوقع أن تؤثر هذه السحب على العديد من المناطق الساحلية بمشيئة الله بما في ذلك محافظة جدة، وللمناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر بشكل عام ولمدينة جدة بشكل خاص خصوصية كبيرة في توقعات الأمطار نظرا لدقة التفاصيل والحاجة إلى تضافر العديد من العوامل كي تهطل الأمطار بمشيئة الله. وبناء على ما سبق فأن هناك عددا من التوصيات الهامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار بشأن الأحوال الجوية أثناء تأثير الحالة. ينصح بالانتباه من حدوث السيول عند هطول الأمطار الرعدية وخاصة في مناطق الأودية والمنحدرات، حيث ينصح بالابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب ومجاري السيول، ويشمل ذلك أجزاء من مناطق عدة من السواحل الغربية. الانتباه من ارتفاع نسب الغبار بالأجواء نتيجة العواصف الغبارية التي تحدث بشكل مؤقت والناتجة عن الرياح الهابطة المرافقة للسحب الرعدية، وتثبيت المقتنيات الخارجية خشية هبات الرياح القوية أثناء مرور العواصف. الانتباه من خطر حدوث الصواعق والعواصف الرعدية الشديدة بالاحتماء داخل المباني. هذا والله أعلم.